الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أخيرا في الفطريات التي تصنف على أنها طلائعيات بندرس البياض الزغبي، وأمر هذا الطلائعي البياض الزغبي غريب شوي، بحيث أنه صنف حديثا في هذه المملكة، كان محسوبا في الماضي على الفطريات الكيسية. لذلك لما نسأل ما الذي يخطر ببالك عند سماعك بالفطر المائي والبياض الزغبي، وقد يكون محير أن هذا الفطريات تتبع لمملكة الفطريات التي سيأتي الحديث عنها ثانيا. فالبياض الزغبي من الفطريات المائية التي تنتمي إلى مملكة الطلائعيات. نعم، كان البياض الزغبي كان ينتمي إلى مملكة الفطريات الكيسية، كان في الماضي، والآن يصنف مع الطلائعيات الشبيهة بالفطريات. طبعا هناك دواعي ومسببات لهذا الأمر. طيب، هناك أكثر من 500 نوع من الفطريات المائية يوجد حوالي 500 نوع من الفطريات المائية والبياض الزغبي. البياض الزغب، وهذه الفطريات تنتمي إلى شعبة الأوكايوكوتا، تعيش في الماء، البيئة التي تعيش فيها تعيش في الماء والأماكن الرطبة، تعيش في الماء والأماكن الرطبة. التغذية تغذية ترممية، تحصل على غذاء من مخلوقات حية أخرى، تحصل على غذائها من مخلوقات حية أخرى، وتمتصها هذا الغذاء من الماء والتربة، تعالوا نقف معا على حكاية هذه الفطريات. تعد الفطريات المائية من الفطريات نظرا إلى طريقة حصولها على الغذاء. نعم، تصنف كفطريات تبعا لطريقة حصول الغذاء، أنه الفطريات بتحصل على غذائها اللي هو بنسميه الهضم الخارجي، تمتص الغذاء جاهز بإفراز انزيمات على المادة العضوية ثم تمتصه. نعم، تبعا
لطريقة التغذية، التغذية اللي هي نسميه الهضم الخارجي، الهضم الخارجي. لكن هذه الفطريات تحيط غذائها بايش؟ بكتلة من الخيوط ثم تعمل ايش؟ تحلل وتمتصه ثم تحلله وتمتص. الاختلاف تختلف، هذه طريقة فطريات، نتكلم عن طلائعيات شبيهة بالفطريات، إلا أن الفطريات المائية تختلف في تركيب الجدر الخلوية، تختلف فطريات المائية في تركيب الجدر الخلوية، الجدر الخلوية. كما أن الفطريات المائية تكون تكاثر وطريقة التكاثر بتكوين أصوات، بتكوين أصوات عما تختلف عن ما يختلف عن الفطريات الحقيقية، الفطريات الحقيقية. طيب، وقفة أخرى مع هذه الفطريات اللي هي عندنا البطاطس السليمة كما تلاحظ، وهذه البطاطس ضرب البياض الزغبي فأصبحت إيش؟ مصابة بهذا الفطر وما تصلح للاستهلاك الآدمي، إذن هي في هذه الحالة بتعتبر آفة من الآفات الزراعية، وبنستعمل لها غالبا المبيدات. فبنسمي المبيد الذي يستعمل المبيدات الفطرية، ويعتقد أن كلمة مبيد فطري لأنها أولا كانت بتتبع لمملكة الفطريات الحقيقية. فهل مبيدات الفطرة الحقيقية فعالة ضد البياض الزغبي؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست فطريات حقيقية، يعني لا تصنف كفطريات حقيقية، لذلك ليست فعالة في هذه المسألة. وقفة ثانية وأخيرة، كما شاهدت في الآثار السلبية، أضرار البياض الزغبي، أضرار هذا الفطر يتمثل في تدمير المحاصيل الزراعية، ومن أشهر البطاطس. فكما يبين الشكل السابق، هذا أثار التدمير واضحة، هذه بطاطس سليمة ثم دمرها تدمير كامل. فبالأرقام في إيرلندا في القرن 19 أسفر ذلك عن موت حوالي 1,000,000 شخص بسبب الشح أو انعدام البطاطس. هذا البلد يعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على البطاطس في غذائهم، فأصاب محصول ذاك العام
فطر البياض الزغبي مما أثر في الإنتاجية أو انعدمت تماما. إذن هذا ضرر اللي هو إصابة المحاصيل، هناك مضار كبيرة للبياض الزغبي، للبياض الزغبي مضار كبيرة وآثار سلبية على الإنسان، فهو يصيب البطاطس ويدمرها، فهو يصيب بطاطس ويدمرها. طيب، ولأن البطاطس مصدر غذائي لكثير من الشعوب، فقد يموتون جوعا بسبب إصابة هذا المحصول، بسبب إصابة هذا المحصول. وهذا الكلام ليس احتمالية، إنما نأخذ مثال لندلل على كلامنا السابق. طيب، أصاب البياض الزغبي محصول البطاطس في إيرلندا، أصاب البياض الزغبي محصول البطاطس في إيرلندا، إلى ماذا أدى؟ تخيل النتائج في القرن التاسع عشر. هذا الكلام في القرن التاسع عشر، فأسفر ذلك عن موت مليون شخص جوعا، فأسفر ذلك عن موت مليون شخص جوعا. هذا مثال، وما أعظم الأضرار، وما أعظم هذه، نعم، الأضرار. طيب، ماذا قرأت؟ لو سألونا عن فقرة ماذا قرأت في هذا المجال، قارن بين الفطريات المائية وغيرها من الفطريات، قارن بين الفطريات المائية كالبياض الزغبي وغيرها، كيف تميز من الفطريات؟ ماذا أكتب؟ ماذا أكتب؟ سؤال مطروح في كتابك، قارن بالفطريات المائية، نعم. ووجه الشبه، الشبه، وجه الشبه، طريقة التغذية، طريقة التغذية، تحليل وامتصاص، كلاهما يحصل على غذائه بالطريقة نفسها، كلاهما يحصل على الغذاء بالطريقة نفسها. هذه أول شيء، الفطريات المائية والفطريات الحقيقية، أقصد بها الفطريات اللي هي مملكة. الاختلاف
الاختلاف يأتي نعم في مكونات الجدار الخلوي، الاختلاف في مكونات الجدار الخلوي حيث يختلف في المائية عن الحقيقية، والفطريات المائية طريقة تكاثرها، الفطريات المائية تتكاثر الفطريات المائية تتكاثر بخلايا تناسلية ذات أصوات، خلايا تناسلية ذات أصوات ذات أصوات، بينما الحقيقية بالأبواق، بينما الحقيقية تتكاثر بالأبواق، هذا بالأبواق اختلاف، هذا اختلاف. ما أنواع الطلائعيات المختلفة الشبيهة بالفطريات؟ إذا سئلت ما هي أنواع الطلائعيات المختلفة الشبيهة بالفطريات؟ الفطر المائي والفطر الزغبي، الفطر المائي والفطر الزغبي من هذه الأنواع. أين تعيش؟ في الأماكن المائية والرطبة، تتكاثر أو تعيش في الأماكن الرطبة أو الماء. علاجة احنا نعم مكافحة مكافحة الفطريات المائية، لأنها قلنا تسبب أضرار للمحاصيل، فمكافحتها بتتمثل في استعمال المبيدات المناسبة لها، استعمال المبيدات الفطرية المناسبة لها، استعمال المبيدات الفطرية المناسبة لها، لأنه المبيدات التي نستعملها لمكافحة الفطريات الحقيقية لا تجدي نفعا في الفطريات المائية والبياض الزغبي. إذن هل مبيدات الفطريات الحقيقية فعالة ضد البياض الزغبي؟ نقول لا. ليه؟ لأنها ليست فطريات حقيقية، ولا بد لنا من أن نستعمل المبيدات الفطرية المناسبة لنقضي عليها زي ما ذكرنا، لأنها هي بتدمر المحاصيل وبتدي إلى كثير من المشاكل.